Alors, je suis Walid, je suis un étudiant universitaire et chercheur spécialisé en virologie, et en bactériologie et en microbiologie. طالب وباحث في علم الفيروسات والبكتيريا وأيضا الميكروبات. حصل على عدة شواهد من منظمة الصحة العالمية. ألوغ اليوم كنشوفوا أن هناك واحد الرعب، واحد العله عالمي، يعني في العالم كل شيء مخلوع من ناحية ديال هذا المتمحور الجديد ديال الملقب بيوم القيامة. الناس مخلوعين، ما عارفينش له معلومات، تيشوفوا بأنه دغيا انتشر، عنده واحد السرعة كبيرة في الانتشار. قبل ما نعرفوا الفيروس، قبل ما نعرفوا له المعلومات كثيرة على هذا المتمحور، ولا بد ما خصنا نعرفوا هذا الفيروس أو هذا المتمحور كيفاش تيتمحور. الوغ كيفاش كتكون عندنا كورونا، كيكون عندنا متمحور شويه تنشوفوا، راه قال لك راه كاين متمحور خرجه شويه، راه جا متمحور اخر، خصنا نعرفوا كيفاش الفيروس تيتمحور. الوغ من شي سلاله كتبغي تتمحور، كتوقع سيسكون ابيل اون ميتاسيون فيرال، يعني كتوقع واحد الطفره او نيفو دو لادين على مستوى الحمض النووي ديال الفيروس. في الماده الوراثيه ديالو كتوقع واحد التغيير، داك التغيير هو اللي تيؤدي لهذه الطفره. الوغ ملي تيوقع لهذا التغيير هذا، تتوقع واحد الطفره، دونك الفيروس كيتحول، كيبدل الشكل ديالو، تيكتسب دي نوفو كاركتير، تيوليو عنده خصائص جديده، كمثلا سرعه انتشار، كمثلا يقدر يكون يوليو عنده اعراض جداد، وحتى الشكل لا فورم ديالو كتبدل في هذا المتمحور، في هذا الميتاسيون اللي كيوقع. الوغ نرجعوا لاول مره ظهر لنا سارس كوف 2، فيروس كورونا المستجد. من ظهر لينا مباشرة من بعد واحد السيمو ولينا كنشوفو متمحورات، كل مرة تيدار متمحور دلتا. هناك بزاف المتمحورات، ولكن المشهورين فيهم اللي كانوا معروفين هو الدلتا، كانت بيتا، جاما، الفا، واخر مستجد كنا عرفناه كان شهر تاولي هو اوميكرون، هو اخر واحد. الو هذا يوم القيامة فهو من عائلة اوميكرون. بالنسبة لاوميكرون وقعت فيه طفرة، وقعت فيه طفرة، دونك تغير الحمض النووي ديال الفيروس، عطانا واحد جوج ديال المتمحورات جداد. الاول اللي هو البي ا 5 والثاني هو بي كيو ا بي كيو ا 1. دونك الاول البي ا 5 والثاني البي كيو ا 1. الوغ البي كيو ا 1 هو اللي تسميو له حاليا يوم القيامه، اللي هو المصطلح العلمي ديالو هي البي كيو ا 1. الوغ بالنسبة للأعراض ديالو، فحسب الدراسات اللي كاينة حاليا، فالأعراض ديال فيروس المستجد ديال هاد المتمحور ديال يوم القيامة كتكون فيفر، فحالك فحال أوميكرون كيتشابو، كتكون واحد السخانة، كيكون واحد التعب، كيكون واحد السيلان في الأنف، يمكن دي كوغتيرباسيون، يمكن يؤدي الأمر تنغتيان، إسهال، بعض المرات كحة، تقدر تصاحب بلغم من بعد. الوغ هادو هما الاعراض، ولكن في سرعه الانتشار وفي النسخ في الترانسكريبسيون ديال الفيروس لا. دونك فيروس المتمحور ديال البي كي ا اللي هو يوم القيامه فهو سريع الانتشار، يعني على حسب الدراسات اللي كاينه حاليا، حيت ملي تيدير في النسخ، ملي تيدير النسخ في الخلايا تيديرها بواحد الطريقه سريعه بزاف. الوغ ملي كنا تنشوفوا الفيروس الاول من ظهر لنا الاصلي سارس كوف 2، كنا كنشوفوا ان واحد يمكن يعدي لنا جوج شويه، ولا واحد يمكن يعدي لنا ثلاثة شويه، ولا واحد يمكن يعدي لنا ستة. الان اصبح ان في يوم القيامة واحد يمكن يعدي لنا ما بين 15 حتى 20، لهذا هو امر خطير. كما لاحظنا في الصين في الاواني الاخيرة، فوصلت الامر ل 12 مليون حالة في النهار، يعني 12 مليون اصابة في النهار، فهذا يشكل خطر بطبيعة الحال. ندوزو بالنسبة للامر ديال التلقيح اللي تيسولوا عليه الناس بزاف. الوغ بالنسبة للتلقيح فهو لحد الساعة فهو فعال لجميع السلالات اللي كاينة حاليا ديال المتمحورات ديال كورونا، سواء اوميكرون سواء هذا المتمحور، فما نقولش 100%، ولكن واحد النسبة ديال 70%، لأنه ديجا عندك واحد الأجسام مضادة ديال الفيروس الأصلي، يعني واخا يبدل الفيروس الشكل ديالو او يبدل شي حاجه، دونك تتبقى عندك دي زونتيكور اللي تقدر تحميك، وتقدر ما تدخلش لا قدر الله الحالات خطيره وحرجه.
نوصي الناس اهم حاجه هما الناس المسنين اللي عندهم فوق 65 عام دائما ما يديروا بجرعه التعزيزيه ديالهم باش يعزوا المناعه ديالهم، وكذلك الناس المصابين بالداء السكري والناس اللي فيهم لاتونسيون، الناس اللي فيهم سرطانات والناس اللي فيهم امراض القلب دائما ما يعزوا المناعه ديالهم بالجرعه التذكيريه. وايضا من بعد كتستهدف الطبقه الثانيه الشباب دائما تما خصهم يعزوا المناعه ديالهم. ولكن كاين واحد الامر اللي ما يسمى بليفاسيون مينيتير، الهروب المناعي. الوغ اكتشفوا بان هاد سواء اوميكرون سواء بالاخص هاد يوم القيامه عنده واحد هما جميع المتمحورات تقدر تكون عندهم يعني ما يسمى بالهروب المناعي. شنو هو هاد الهروب المناعي؟ الوغ انت واخا مرضتي مثلا مثلا مرتب اوميكرون، انت مرضتي بيه، انت تعالجتي منه، انت كونتي مناعة ضده، كونتي مضادة الأجسام ضده، وما عندك واخا عندك ذاكرة مناعتية، ولكن الفيروس راه تمحور، راه تغير ولا عنده شحال من حاجة مغير، الأدين ديالو تغير. ألوغ هنا من تقدر تعاود تمرض، تقدر تكون مرضتي بيه 3 شهور وعاوتاني ولا شهرين دخل لك تاني المتمحور الجديد وتعاود تمرض وتعاود تحس بنفس الأعراض وتعاود وتعاود. هنا ما يسمى بالهروب المناعي، ولكن دائما تبقى واحد ذاكرة مناعتية، كيبقى واحد مضادة الأجسام اللي غالبا الانسان لا تصاب ما تيعاودش يتصاب بحالات حرجه وحالات خطيره وما كيدخلش نهائيا للمستشفى. والنصيحه ديالي انا نعطيها لكم واخر نصيحه ودائما تنذكر بها، اللي هي الوقايه خير من العلاج. وشكرا.